الناس الزينين، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم برنامج حطة. الحلقة تاع اليوم راح تكون مختلفة تماما على الحلقات اللي فاتوا، على خاطر هذه المرة راح نديروا رولوكينغ تاع واحد لي بروجيكتور سينما اونسيان موديل. الحلقة تاع اليوم راح تعجب بزاف عشاق السينما، سيرتو الناس اللي راهم في الدومان. ملكي العادة بلا ما نطولوها، يلا نبداو. المرحله الاولى اللي رايحين نبداو بها هي نروحوا نخدموا 9 تاع ليلات. هاد ليلات هما اللي رايحين يشكلوا لي بي تاعنا. عندك كاين ثاني ملاحظه، كل حاجه رايحين نخدموها فوا دو، على خاطر عندنا دو بي. المرحلة اللي من بعد هي نروح ونخدمه القاعدة اللي يتحط عليها البروجيكتور وتكون بهذا الشكل. ودرك نقطعوا لي باق اللي رايحين يحكموا لي لاط تاعنا، وفي نفس الوقت يمدوا نظره مليحه لي بي. بصح الباق التحتاني نثقبوه ونسوديو فيه كرواديس، هكذا باش كي نحلوا لي بي تاعنا نقدروا نفيكسيوهم. نزيدو نخدمو دي باق واحد اخرين ونقطعوهم من جهتين باش يولي عندنا هذا الشكل. هذو لي بياس نركبو منهم 3 في الطابلة اللي يتحط عليها البروجيكتور، و3 الاخرين نركبوهم في المنتصف تاع لي بي باش يلصق فيهم المثلث ليجمعهم كامل. المهمة اللي رايحين نقومو بها درك نروحو نوجدو المثلث اللي نلصقو فيه لي فيربلا. زيادة على هذا نروحو نثقبو لي لاط تاوعنا.
واش راح نديرو درك؟ نروحو نقيو لي بروجيكتور تاعنا ونديمونطيوهم كامل باش يروحو لا بانتور، وفي نفس الوقت نصلحو كاع لي بياس تاعهم. وبين ما تنشف لابانتور نروح ونبدأ في المونتاج تاع لي بي. وهكذا كيما شفتوا لي بي تاعنا راهم واجدين. دوك نروحو نجيبو لي بروجيكتور باش نخدمو لا بارتي الكتريك ونركبو لي لامب. بالنسبه لي لامب اللي ركبتهم دي لامب ليد عاديين، على خاطر لي بروجيكتور تاعنا دوك ولاو للديكور مش للتورناج. الناس الزينين، هكذا نكونوا كملنا الرولوكينغ تاع لي بروجيكتور تاعنا وخدمنا بهم هذا الديكور اللي راكم تشوفوا فيه. جيسبر نكونوا قدرنا نرجعوهم الى الشكل الاصلي تاعهم، وانتم ان شاء الله تكون عجبتكم حلقتنا لنهار اليوم. وكالعاده ما بقى لي نقول لكم تبقوا على خير، تلقوها زينه بالعافيه.